بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. عندما يصبح الامر واضحا الى درجه الغموض. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. وبدايه فلسفيه، عندما يصبح الامر واضحا الى درجه الغموض. حدثنا يا فيلسوف. استاذ ابراهيم، انا وانا جاي سواء سالني بعفويه كلام بتاع الشارع كله وطريقه تداول المشاكل الرياضيه في الشارع كله، مش هقول لك حاجه غير لما تستعرض لي الحلقه. هي حلقة مهمة، بدايتها فلسفية، عشان كده عنوانها الرئيسي الأهلي: اللحظة والمسؤولية. اللحظة مؤكد كلكم عايشينها، كلكم مترقبينها، كلكم عايزين تعرفوا إيه اللي حصل فيها وإيه اللي حاصل خلالها. والمسؤولية أعتقد مش تايهة عن حد خالص، مسؤولية الأهلي تجاه وطنه، مسؤولية الأهلي تجاه جماهيره، مسؤولية الأهلي تجاه تاريخه كمان يا باشمهندس. هي ده عنوان كويس او محتوى للحلقه كويس، وده هيخلينا نقوم بدورنا التحليلي. احنا هنا مش جايين نقول راينا. طب ما اقول انا الدور الخبري، ما دام انت هتحلل اقول انا الخبر. لا يعني انا بقول الحلقه هتاخذ هذا المنحى. كويس. وبعدين عايز تتكلم في الاخبار الاول ولا نتكلم الاول في معنى؟ هقول لك انا من الناحيه الخبريه لما حدث في اللحظه عشان يتولى المهندس عادل التحليل. النهاردة طبعا كان يوم مهم جدا، كل الناس بتترقب ما حدث من تفاصيل موقف النادي الأهلي بشأن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، موقف النادي الأهلي من المباراة اللي كان الاتحاد حددها مع الجونة، موقف النادي الأهلي بعد إصدار بيانه بشأن مباراة القمة وتأجيلها في من ميعادها اللي كان قبل يومين. وبالتالي الكل ترقب ماذا سيفعل الاهلي. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي لظروف مرضيه ربنا يتم شفاؤه يا رب على خير، بيمكث في البيت للراحه، وانتم تابعتوا الدكتور فرهود الطبيب المعالج له من الاسكندريه المره اللي فاتت، وقال انه قدامه 3 اسابيع لابد ان الكابتن الخطيب يلزم فيها الراحه التامه عشان يقدر الدكاتره بعد كده يقولوا رايهم الطبي ايه. لكن اي مجهود خلال هذه الفتره قد يعرضه لا قدر الله لجراحه، هي هتكون الجراحة الرابعة، وده طبيا مش مستلطف، مش مستحب، لكنه الحل الجزئي المزيد من الراحة التامة. عشان كده الكابتن الخطيب بيدير العمل وبيدير النادي ويواصل اجتماعاته من البيت. سادة أعضاء مجلس إدارة النادي النهاردة راحوا له البيت، كان اجتماع مطول لبحث الموقف كاملا بكل تفاصيله، ثم انضم إلى الاجتماع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. دكتور أشرف صبحي باشمهندس زي ما عرفت مع مجلس إدارة النادي الأهلي، كان الكلام في 4 5 دي. بعض الصور من منزل الكابتن الخطيب في وجود السيد وزير الشباب والرياضة، وبالمناسبة الصور من المركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة، يعني مشكورين اهتموا بتصوير اللقاء وصدرت هذه الصورة باشمهندس. قبل ما نتطرق لهذه الزيارة الهامة ومدلولها يعني، أيوه، تعالى نرجع للسؤال، لأنه أحد مفاتيح هذه الحلقة وأحد مفاتيح هذا الاجتماع وأحد مفاتيح اللي يخلينا نفكر إيه اللي بيحصل وبيحصل ليه. سألني، ربما يكون سؤاله مرتبط بالمشهد الأخير بتاع زيارة معالي الوزير. هو مين اللي هينتصر في الموضوع ده؟ قال لي كده، لا قال لي ايه الموضوع ولا قال لي. اتخضيت، انزعجت جدا، وقلت له بشكل حاسم: الاهلي لا ينتصر الا داخل الملعب. الله، احنا شغلنا ان ننتصر داخل الملعب، ما يحدث هو مطالبات بنظام وحقوق، ما فيهوش لا انتصار ولا هزيمه. ايوه، انما الربط ازعجني ليه؟ لان التداول اللي مرنا عليه الناس خلال الفتره اللي ماضيه دي وادعاء البطوله المستمر، ويبقى راجل عارف معلومه ويطلع يحلف بالطلاق، واخد بالك؟
أكن هو مصدر القرار. لا هي مش كده. اللي كده احنا بنبني فرقة، بنجيب مدربين، بندي الناس حقوقها، بنعلم الناس الصح والغلط، بنتمسك بالجدول، بنتمسك بالترتيب، بنتمسك بالروح الرياضية، بنتمسك بالعدالة التحكيمية، بنتمسك بالنظام العام، بنتمسك بإعمال القانون، بنتمسك بإن احنا ناخد حقنا مش بالصوت العالي ولا بالشتيمة، قادرين على هذا ولكن مش هيحصل مننا لا تربيتنا ولا ثقافتنا. بنتمسك باللجوء إلى القانون وإلى الجهات المعني بها أن تمنحنا هذا الحق إذا كان لدينا حق، أو تقول لنا لا ملكوش حق. اتخضيت لأن الناس بقت كل حاجة، الصفقات بقت جيم، مين اللي هيكسب فيها من قبل ما تؤدي دورها ولا تنجح أو تفشل أو تجيب بطولات أو تسد ثغرات. لا، مجرد ان انا وغيري بنخش في سباق على لاعب لازم اخده حتى لو مش هينفعني. وهنا الاذيه، هنا الخداع، هنا الجمهور لما يخش في هذا الصراع ويضغط على ناديه فيأذيه ويأذي نفسه. طيب مين اللي هينتصر في هذا الموضوع؟ والله لو مشينا مع النظام سينتصر النظام، لو مشينا مع الشفافيه تنتصر الشفافية، لو مشينا مع تكافؤ الفرص ينتصر تكافؤ الفرص. هو ده مين اللي هنتصر؟ الحاجات اللي هنستفيد منها هي دي، مش الأهلي. الأهلي لا يسعى إلا الانتصار داخل الملعب. حاولوا استدراجنا إلى خارج الملعب بشتى الطرق الموسم الماضي، وخدوا ما أخذوه من خارج الملعب، ولكن انتصار الملعب كان له الكلمة. وهذا ما يحدث الآن، وده اللي خضني. هو احنا هنعيش المتاجرة بالشعارات إلى هذا المستوى؟ يا أستاذ إبراهيم، أما تيجي تعيش حالة من التجاوز في حق كل الناس وعشان تدي لها مشروعية، تروح شاتم لك واحد ولا اتنين من اعداء هذا البلد؟ دي مش الوطنيه. الوطنيه انك من الاول ما تكونش احد اسباب الاحتقان. الوطنيه انك تدي النموذج الطيب. الوطنيه ما يفعله النادي الاهلي. عشان كده السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي كان مهتم جدا ان يكون متواجد مع الكابتن محمود الخطيب في منزله وفي حضور مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل تقريبا، دارت المناقشات حوالين الموقف. دكتور أشرف صبحي طبعا ممثل الدولة كوزير للشباب والرياضة، عرض الوجهة العامة، عرض كثير من التفاصيل المهمة في السياق، ثم استمع طبعا إلى رأي الكابتن محمود الخطيب، وتحدث عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي حوالين تفاصيل المشهد بكل أسبابه بكل تداعياته. ليه الأهلي أخذ هذا الموقف؟ لا هو موقف متشدد، ولا هو بيضع العربة قدام الحصان، ولا هو بيستعرض عضلات، ولا عايز يكسب جيم، ولا أي حاجة من ده خالص. الأهلي عايز النظام يمشي، عايز العدل يسود، عايز احترام الجدول من قبل الاتحاد كما تعاهدنا قبل الموسم. بس معقول الأمر؟ أنا عندي راجل خواجة مدرب، حاطط برامجه، حاطط أفكاره وإعداده للاعبته زي ما أنتم متابعين وشايفين، بيدور كل اللعيبة ويستخدمهم حسب ظروف المباريات. فبالتالي ما ينفعش يبقى ماشي في سكة و مرتب خطواته لمباراة مهمة زي مباراة القمة وفجأة لا بلاش ديت، خد ديت. في حيثيات فنية، في دوافع حقيقية، في أنه في النهاية أنا بحترم الجدول وكل اللي أنا بطلبه الناس تحترم ده. بجانب ده أو قبل ده أو أهم من ده، الأهلي يضع المصلحة العامة والمصلحة العليا فوق أي اعتبار، ولا أحد يمكن أن يزايد مع الأهلي في هذه الجزئية. عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة والمصلحة العليا للوطن فلا شيء، لا شيء على الإطلاق. لكن الأمور تبقى واضحة وتبقى في نطاقها أو في سياقها السليم. عشان كده الجلسة على قد من هي امتدت فترات طويلة باشمهندس، عدة ساعات، لكنه كانت مثمرة جدا، وهتحط نقط على حروف مؤكد، أوضحت أو كل الأطراف ظهر لها الصورة بشكل واضح جدا، سواء مجلس الإدارة أو السيد الوزير. وفي النهايه كان في توافق وروح رائعه جدا. الاهلي يدرك جيدا
أهمية الموقف وأهمية لصالح النظام اللحظة العام، ويدرك جدا المصلحة العامة وضرورة الانحياز ليها بكل قوة، ودي مش جديدة على النادي الأهلي على الإطلاق، هو أسس لهذا الهدف ولهذا الغرض. والسيد وزير الشباب والرياضة أدرك إلى أي قدر النادي الأهلي عند مجلس إدارته هذا الوضع من المرونة الكبيرة، تفهم كل الأمور ولكن بنطاق صحيح أو وفقا لضوابط كاملة. فتم الاتفاق على استمرار الجلسة لبكرة إن شاء الله، لأنه طبعا مجلس إدارة اتحاد الكرة معني بهذه المسألة، هو المنظم للمسابقة وهو المسؤول عن إدارتها، فبالتالي استكمال المشاورات والاجتماعات للغد إن شاء الله لاستيضاح الموقف كاملا وإصدار القرارات المهمة في هذا السياق. لكن ما يجب التأكيد عليه وما يهمنا التأكيد عليه تفهم الأطراف كلها لطبيعة اللحظة وظروف المرحلة وتغليب الجميع المصلحة العامة لمصر على أي اعتبار. فإن شاء الله يكون القرار بكرة بإذن الله يحافظ على هذه المرتكزات الأساسية. أكثر الناس حرصا آه. على أن الأمور تمشي في سياقها الرياضي الهادئ الملتزم. من أين يأتي الغموض في الأمر الواضح؟ لو رجعنا فلاش باك كده، المباراة بين الأهلي والزمالك هي مباراة النادي الأهلي يستعد لها الفريقان، وطلعت همهمات قبلها بعشرة أيام هتتأجل، بعدين اتقال لا مش هتتأجل، والكلام دلوقتي هي بجمهور ولا من غير جمهور. إلى أن فوجئنا في يوم أعتقد كنا على الهوا ساعتها، الإعلان في بعد منتصف الليل الاثنين اللي فات، الإعلان لمين؟ الإعلان كان موجه لمين؟ أدي أول علامة استفهام، لأن أنت في الأمور اللي زي دي إن المباراة اتأجلت لدواعي أمنية، بيان مقتضب بيدي لك هذا الخبر ويبلغ بيه النادي المنظم، يعرفوا من الإعلام بالطريقة دي. هو اتضح انه الاستاذ عمرو الجنايني كان كلم الكابتن محمود الخطيب قبل صدور القرار، لكن الكابتن الخطيب حسب ما انا علمت قال له هعرض الامر بكره على مجلس الاداره. لكن لما يصدر القرار يحصل ايه؟ طبعا يحصل ايه؟ بننتظر للصبح، ها؟ ونجيب مسؤول من هنا، مسؤول من نادي ده، مسؤول من نادي ده، في حضور مسؤول الامن، وبيتقال الكلام اللي بيبقى ملزم للجميع. اصلا مش اول مره. أيوه. هو ده اللي بيتم كل مره. النادي الاهلي ياما اتقال له اسباب امنيه وقال اوكي ويضرب، ومره بجمهور ومره من غير جمهور، ومره التذاكر تروح فين وتتصرف ازاي. والاهلي لابد، ما هواش حد على راسه ريشه في هذا البلد، ها، غير مصر. مصر هي شغلنا الشاغل، والأهلي داخلها قلبها أحد القلب نابض جوه هذا البلد، هو الذي يعني يقدم الدعم، مش طوعية، لأن هذا واجبه أن يقدم النموذج ويقدم النصر. ولذلك أنا عايز أتوقف هنا أستاذ إبراهيم لأولئك الذين في معسكر النادي الأهلي، ماليش دعوة اللي برانا، اللي برانا يعملوا هم اللي عايزينه، يشتموا يلقحوا كلام يحفلوا، لكن انا عايز بقى الناس 100 مره وهنكرر كل مره، مصر فوق الجميع عندما نتجاوز حدود النادي الاهلي، خارج النادي الاهلي مصر فوق الجميع، والاهلي جزء كبير جدا من هذا الوطن. لكن احنا قلنا الجزء الغالي من الوطن الاغلى، الجزء الغالي من الوطن الاغلى، الله ينور عليك. طيب، انما لما نبقى كلنا بنتحدث عن النادي الاهلي جمهور حتى او اداره، لا يبقى الاهلي فوقنا. هل احنا بنطبق ده؟ البعض منا يطبق هذا بطريقه غير صحيحه، احيانا بتحفيل، احيانا بتعالي، وده مش كويس، ومش ده اللي يحبه النادي الاهلي، ولا يليق انه يطلع من معسكر النادي الاهلي اي معنى من هذه المعاني. فالقله التي أو البعض الذي يتصور أن هذا حب، هذا ليس حب وليس مدرسة الأهلي. طيب، في قلة تانية بقى تروح متمحكة في الأهلي عشان تمرر أجنداتها، لا تتكلم هنا قوي دي، ابعدوا عننا. تتمحك في الأهلي، تتمحك في الأهلي
وتكسب بنط عند جمهوره قال يعني بتدافع عنه، لكن بتحدف السم في العسل. مش عايزين حاجه من الناس دي. يعني احنا لا تقرصيني ولا عايز منك حاجه. حقق اجنداتك يا عم بعيد عني. حقق اجنداتك انت وهو بعيد عني. الاهلي قادر ان يدير نفسه، وكان موجود قبل احنا ما نتولد، بما فيهم اللي بيحطوا لنا السم في العسل ويقدموا لنا النصح ويقدموا لنا الجزء الثالث اللي متصور او متصور زي السؤال اللي انا جيت بيه النهارده، ان خارج الملعب في نصر وهزيمه. مين يكسب مين في ايه؟ ومين اللي يحلف بالطلاق وكلمته ما تنزلش، ومين وبتنزل 100 مره وما فيش حد بيراجع وراه؟ انت حر. لكن احنا لا بنحلف طلاق ولا بتاع، احنا بنتشبث وبقوه بحقنا. يجي لحظه هذا الحق يتعارض مع مصلحه في البلد بنضرب تعظيم سلام، ولازم نضرب تعظيم سلام، ولازم يتقال ها ان احنا جزء من نسيج هذا البلد الذي يعطي الدعم والمسانده. عمرنا ما كنا مناوئين ابدا، عمرنا ولن نكون. لكن في نفس الوقت نتمسك بحقوقنا. وعلى فكره زي ما قلت لك، اذا كانت الحلول ستاتي بفرض نظام نستفيد منه من هذه الأزمة، بفرض النظام إلى ما هو قادم، انتصرت الرياضة. انتصرت الرياضة. أما بقى نحط نقطة. أما بقى تطلع تقول لي مش عارف إيه وتستفزني عشان أنت ما كسبك، لا دي سذاجة. أوعى تفتكر إن أنت لما تقعد، أنت فاكر لما كنا بنقول هنا إن يقعد يقول لك هتلعب بعد البطولة، هتلعب بعض البطولة، احنا كنا متمسكين نلعب قبل البطولة لأسباب تخص صالح الكرة المصرية وصالح المنتخب وصالح لاعبتنا. صحيح. اللي أنهكهم تلاحم المواسم. واللي بعد كده اتحاد الكرة قال الأهلي كان عنده حق. والذي أتت الرياح عكس ما يريد البعض. أتت في إنها دعمت الطرف الذي كان يسعى إلى الصح. وبالمناسبه انا عايز بس افكر الناس اللي حاولت في اليومين اللي فاتوا تفسير، ما هو الاهلي قبل كده اللي قال مش هلعب الا مش هلعب الدوري لو بعد كاس الامم. حاولنا نفرض نظام. الاهلي لما قال ده سكت، لجأ لكل القنوات المشروعه. الاهلي راح للجنه التظلمات، راح لمركز التسويه في اللجنه الاولمبيه دفاعا عن هذا الحق. لكن لما اجراءات التقاضي رمت الموضوع لما بعد كاس الامم، كان خلاص انت لو كان مركز التسويه او لجنه التظلمات في اتحاد الكوره اديتك قرار حاسم او قرار بات قبل بطوله الامم الافريقيه كنت هتاخد قرارك. اما هو انه يرمي البطوله او يرمي القضيه لما بعد كاس الامم او اثناء كاس الامم، خلاص اصبح مفيش مفر بين ان انت تكمل الدوري بعد كاس الامم، احتراما ل هذه الجهات القضائية ممثلة في مركز التسوية وفي لجنة التظلمات. الأهلي ما رجعش في كلامه. غير كده يا أستاذ إبراهيم، إجراءات التقاضي الطبيعية. هو أنت عايز تكسب على تصريح أنا قلته؟ يعني أنت متصور إن أنت لما تقعد تقول لي كده أقول لك طب اتفضل الدوري بقى عشان أنا عندي موقف؟ لا أنا عارف إن معركتي معاك لازم أحسمها في الملعب. لكن أنا الرأي العام كله فهم إيه؟ مين الصح ومين الغلط؟ خرجنا من هذا الدرس، مين اللي كان صح ومين غلط؟ الاهلي. يبقى انا كسبت. داخل وقتها قال لك تعهدوا بحل من ازمه القطاع. لحظه واحده بس. لحظه واحده. يبقى انا كسبت داخل الملعب وخارج الملعب. بالظبط. انما انت تيجي طب هتلعب. ما هو انت عارف ان انا لو الدوله قالت لي العب هلعب. لو مصلحه الدوله. اذا كان في مصلحه عليا. وكلام من اصحاب الشأ هنا الغموض، لانك انت ايه اللي خلاك ما استنيتش للصبح وجبت الاطراف واعلنت؟ انت يا لجنه عندما اعلنت في منتصف الليل للراي، انت بتخاطب مين في نص الليل؟ انت بتخاطب مين؟ الاعلام والراي العام ولا بتخاطب مين؟ صحيح. مش ممكن تكون بتخاطب المسؤولين في الناديين، لان المسؤولين في الناديين كان الصبح وكان الموضوع ده اتلم في دقيقه. لكن خليت الريبه
ها من طريقه اعلانك في منتصف الليل و و و و و ثم استبدال مباراه بمباراه، وبعدين لما لقيت تصريح قد يستغل ها ضد الكره المصريه، رحت عامل مباراه ثانيه في هذا الميعاد. فده اللي انا بقول، الغموض ده في امر واضح جدا وسهل جدا ويتحل جدا. وبعدين الجنايني، الاستاذ عمرو الجنايني، انا مش عارف ايه وبالساعه وبالثانيه وحاسبني يا استاذ عمرو، ماشي احنا ده اللي بنقوله لك، بنحاسبك زي ما انت طلبت، ما بتردش علينا، بعتنا لك الانضباط، ما كل الناس سواسيه، واي عضو مجلس اداره هيتكلم هيتحاسب وهتشوف، كلمنا لجنه الانضباط ما بيجيلناش رد، امور واضحه ها وتصرفات غامضه. هو ده المشهد اللي لازم ينتهي بقى. لا كل واحد حاسب الناس وقول لهم انت غلطت في دي يبقى وضعك كذا، انت غلطت في دي يبقى، انما ناس تتسلق على هذا الغموض عشان تكسب ابناط والناس تشوفها هي اللي بتحرك الامور، لا احنا عارفين مش هي اللي بتحرك الامور، لان يعني تراجعوا كثيرا امام مصلحه برضه، يعني كان لازم يحصل فيها تراجع. ما حدش يا استاذ ابراهيم يزايد على حد، انما عمرنا ما طلبنا حاجه، ها احنا عمرنا لا احتجنا على نتيجه مباراه وصعدنا عشان نتيجه مباراه، او صعدنا علشان مش هنلعب عشان ضربات جزاء، بس لازم من حقنا نصمم على عداله تحكيميه ونخاطب اولي الامر. صحيح. حتى لو الموضوع لا يطالنا. الله، طب ما هو الاتحاد السكندري اتظلم. طب ما المقاولين العرب اتظلم. وده انت عندك حالات. والمقاصه اتظلم. والمقاصه اتظلم. اه. واحنا بندافع. ثلاث مباريات. احنا بندافع عن العداله. بالظبط. بالظبط. اللي ممكن ما تتوفرش ونعتبرها في اطار الاخطاء لا مناص منها لان احنا بشر، بس كمان طالما ان احنا بشر نتحاسب كبشر. بس عشان كده اللي لازم ناكد عليه لجمهور الاهلي، لانه اكيد بيترقب اللحظه واكيد مهتم جدا انه يعرف ايه الموقف. زي ما قلت لكم الموقف، اطمنوا تماما، لن تجدوا الاهلي الا في المكان اللي يسعدكم، لن يصدر عن الاهلي من موقف ولا قرار ولا توافق الا بما تقتضيه المصلحه العليا. المصلحة العليا لهذا الوطن فوق كل اعتبار، الأمور بتدرس وتتبحث من كافة الأوجه، الكل مقدر وجهة نظر النادي الأهلي، الكل عارف دوافع النادي الأهلي، الكل مدرك كويس قوي اللي وصل الأمور لهذه المسألة، بشرط أن يتأكد الأهلي أن هي دي المصلحة العليا مش مصلحة حد تاني. بالظبط. بس فلن تجدوا الأهلي إلا فيما يسركم، ولن تجدوا من الأهلي إلا ما يتفق ويتسق مع المصلحة العليا لهذا الوطن. إيه، انت اشرت في حاجة انه الجمهور كمان لازم يدرك خطورة الاستدراجات. في كده مش عجباني، شايفها فيها انتهازية. وفيها ناس بتمحك في الاهلي عشان تمرر كلام مش صح. كلام مش صح. في كل موقف. وكأنها دعوة لعدم الاتفاق. فاهم ازاي؟ يعني انت في شايف ان في تقارب وفي اتفاق وفي كل ناس هتاخد حقوقها وناس هتحط نظام وناس، تقوم انت قايل كلمه تستفز بيها الاطراف تخليهم ما يوصلوش لهذا الاتفاق. هنا مكمن الخطوره، حتى لو بحسن نيه، تيك كير يا ابني انت وهو. احنا في لحظه كل الدنيا مولعه حوالينا. بالظبط. لازم نبقى فاهمين كويس قوي، الرياضة تتحط في حجمها، ولكن عندما يعبس أحد في داخل منظومة الرياضة يتحط في حجمه هو كمان. أيوة. بس وأعتقد الكلام عن وطنية النادي الأهلي والمواقف الوطنية المسؤولة ما هيش محتاجة أبدا مننا لا كلام ولا تكفيع حلقات. ما أعتقدش خاف على أي حد مدى انضباط النادي الاهلي تاريخيا، الصوره الحضاريه اللي النادي الاهلي بيظهرها لوطنه، القيمه اللي مسؤول النادي الاهلي ورموزه ونجومه بيقدموها للشباب، الدور الرياضي الداعم لكل المنتخبات الوطنيه في كل العصور، المثل الرائع اللي بيضربه مجلس اداره النادي الاهلي ورموز النادي في ضبط النفس، في تغليب المصلحه،
في الاحتفاظ بالقيمة والاحترام، في اتباع الطرق القانونية، في دفع الشباب دايما وأبدا للالتزام، للانضباط، للاحترام. أعتقد هذه الصورة الحضارية الطيبة والطبيعية اللي الأهلي بيقدمها عن بلده أو بيصدرها للخارج عن مصر، هي دي الصورة فعلا اللي تسعد أي مصري، إنه هكذا يكون الانتماء للوطن، وهكذا يكون الحرص على صورة المصري، المصري بشكل عام. النادي الأهلي في كل المناسبات عمره ما كان بعيد أبدا عن قضايا وطنه أو هموم أبنائه باستمرار. في كل مناسبة هتلاقوا النادي الأهلي في الطليعة. هفكركم ببعض المواقف البسيطة حتى فيما يخص الجماهير. يتقال النادي الأهلي حريص على جماهير الزمالك زي حرصه على جماهير الأهلي، والمصاب عند جمهور الزمالك هو نفس المصاب عند جمهور الأهلي، لأنهم كلهم أبناء وطن واحد، وده اللي الأهلي بيقدمه، وده اللي عمله الخطيب مع حسن شحاتة وفاروق جعفر وكابتن حمادة إمام الله يرحمه وكل عظماء الكرة المصرية ونجومها المؤثرين. ودي كانت علاقة الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله بنجوم الزمالك الكبار، هو ده كان الشكل الطبيعي لعلاقة الأهلي والزمالك تاريخيا حتى على مستوى الجماهير. فاكرين بعد شهداء نادي الزمالك اللي حدثت في وفاة العشرين مشجع في نادي الزمالك في ملعب الدفاع الجوي في مباراة إنبي، حرص الأهلي مش بس على إن هو ينعيهم، إنه ينعي شهداء الزمالك، يترحم عليهم، وفضل جمهور الأهلي وجمهور الزمالك دايما وأبدا وحتى حاسين بجرحهم مع بعض حتى الآن، بعيدا عن أي تصنيفات للجماهير، لكن دي أرواح، دي أرواح أزهقت في الملاعب، أرواح غالية ودماء شباب يعني أبرياء، ربنا يا رب يتولاهم برحمته ويصبر أهلهم. زي ما الأهلي حتى في الشأن العام، ما هي كل مناسبة الأهلي، هقول لكم كابتن محمود الخطيب في احتفال النادي الأهلي بأبطال أكتوبر عدد بعض المواقف تاريخيا لدور النادي الأهلي مع وطنه، نفكركم بيها. دور النادي الأهلي الوطني خلال حرب 67 أو في حرب 67، وإزاي تحول الكلام ده، يمكن ناس كتير ما تعرفوش، ملاعب النادي الأهلي تحولت لمراكز تدريب عسكرية، أعضاء النادي الأهلي يعني تطوعوا وتدربوا على المقاومة الشعبية زي كل حتة في مصر، مش في النادي الأهلي بس أنا بقول دور النادي الأهلي اللي احنا عارفينه واللي احنا عشناه. كمان سيدات النادي الأهلي بيتسابقوا ويحاولوا ان هم ياخدوا كورسات او يعني ياخدوا تدريب في التمريض، هو ده دور النادي الأهلي 67، غير طبعا التبرعات بقى اللي كانت موجودة من الجمهور ومن الأعضاء. 73 بقى حاجة تانية خالص، برضو في تبرعات، لكن اقول لكم على حاجة يعني نفخر بيها جميعا بقى كنادي أهلي، لما طلبوا التبرع بالدم النادي الأهلي أعلن في وسط أعضائه التبرع بالدم. عارفين حضراتكم أول يوم كم واحد جه؟ 8000 واحد، 8000 واحد يتبرعوا بالدم في يوم واحد. يا جماعة هي دي الوطنية، هو ده النادي الأهلي، وهي دي الوطنية اللي احنا عشناها. لا يعني النادي الذي نشأ من رحم الوطنية عمر لطفي ومصطفى كامل ورئيس جمعيته سعد زغلول و طلعت حرب وكل على مر التاريخ القوات الوطنية الرفيعة والتحيز الدائم للمبدأ على حساب النتائج والحرص الشديد على أن يكون كل شيء في الرياضة رياضة بحتة فقط، ممارسات رياضية بتشجب أي خلل ولا أي خروج عن الميثاق الأولمبي بمواقف ما فيهاش مزايدة. وحتى اليوم لا وإن كانت طبيعة الصخب الإعلامي والسوشيال ميديا والدنيا كلها بقت مفتوحة على بعضها، فأصبح أن كل واحد يقدر يعبر وهو قاعد في البيت وبمنع عن الحساب أن يقول اللي هو عايزه.
ماشي، بس النادي الأهلي لا يوافق إلا على الصح ولا ينحاز إلا لهذا الوطن. لأن لما نقول الأهلي عشرات الملايين، ما هو الجزء السواد الأعظم من هذا البلد اللي عشرات الملايين فيه بتدعمه هو وجيشه. ايوه، اللي عشرات الملايين لما بيسقط شهيد بيبقى مصر كلها وجعتها واحدة. وبيصدر الأهلي باستمرار نعيه لشهداء الوطن حتى في العريش. يا إبراهيم أنا بقول لك بصدق، أنا بقعد في وسط ناس في سننا بيحسدوا الشهداء. يا ريتنا كنا احنا لو نقدر شايفين ناس بتضحي عشان 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 ولادنا يعيشوا في امان، عشان يقدروا يمشوا في الطرقات، علشان يلاقوا كل الدنيا غاليه. بس ده مش صنع هذه الحقبه من الحكم، دي تراكمات تراكمات وتداعيات العشر سنوات الماضية الاقتصاد اتهز فيها. لما مشينا صح الدنيا بتتعافى. هات لي سلعة مش موجودة بما فيها الكماليات، غالية بس موجودة. لا، في الخمسينات كانت كل حاجة رخيصة بس ما كانتش في حاجة موجودة. الطوابير كانت على البيض وعلى اللحمة وعلى الدقيق وعلى السكر وكل حاجة. وكان قيادات البلد من أول جمال عبد الناصر يطلع يقول للناس استحملوا معانا، واللي بياخد معلقتين سكر ياخد معلقة ونص معلقة. ده في الخطب بتاعته شيء موثق، وهو الزعيم الذي التفت حوله الأمة رغم كل شيء، لأن الشعب ده يعلم متى يلتف ويلتحم مع قياداته. عندما يتعرض هذا الوطن لأي تهديد، لا كلنا بقى العب بعيد التهوه، مالكش دعوة اللي بيننا وبين بعض ده مالكوش فيه. ولذلك النادي الأهلي بعشرات الملايين من جماهيره هم قوام هذا الشعب. صحيح. الذي يلتف حول جيشه وقياداته. ما تلعبوش في المساحة دي. وحتى لما بيتعلق الأمر بالشأن السياسي، يعني في الشأن العسكري وفي شأن المجهود الحربي وإسهامات النادي الأهلي الكبيرة جدا في كل المراحل والظروف اللي مرت بها البلاد، حتى في الشأن السياسي. فاكرين إبان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة، ونظم اتحاد الكرة فاعلية لتزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية حفاظا على ما تم من استقرار وما تنشده الأمة. كان رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب في طليعة الحضور، بس صدقوني لا كابتن الخطيب ولا أي حد من مسؤولي النادي الأهلي من هواة المتاجرة بأي موقف. أصل دي مش هطلع أعلن أنا رحت فين وعملت إيه. واجب، ما حدش في واجب وطني أنت بتأديه مش مطلوب منك تعلن عنه. بالظبط. أنت بتعملها عشان أنت تسعد بهذا الموقف، وأنت شايفه الصح لصالح هذا البلد. أنت مش عايز حاجة. هي دي النقطة، مش إنك أنت تغلف الشعارات وعشان تمرر حاجات تانية، لا. النادي الأهلي أصدق من هذا وأخلص من هذا وأوضح من هذا وأنقى من هذا. الأهلي أرقى، الأهلي أنقى، الأهلي قادر دايما يسعد أبناء وطنه، والأهلي قادر دايما وأبدا يأكد في كل مناسبة وفي كل موقف انحيازه للمصلحة العامة والمصلحة العليا اللي جمهور النادي الأهلي يدركها بشكل كويس قوي. زي ما النادي الأهلي بيحافظ على قراراته، زي ما النادي الأهلي بيحقق أهدافه، أيضا النادي الأهلي بيقدم مصلحة وطنه، ووطنه دائما هو الأغلى في أي اعتبار. قوم يا أهلي شوف ولادك والبنود. نشوف أجمل ما أبدع فكري باشا أباظة، واحد من أقطاب النادي الأهلي الكبار، ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف كرة القدم كمان الأهلوية فيها إيه. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلنا لحضراتكم في البداية، القرار اللي ممكن يكون قرار نهائي في أزمة مباراة الأهلي والجونة، الأهلي والدوري، البيان الخاص من النادي الأهلي بكرة إن شاء الله تستكمل الاجتماعات، وفي ضوء استيضاح الصورة بالكامل
يكون القرار بكرة إن شاء الله. لكن في نفس السياق الأهلي على المستوى الفني بيواصل تدريباته، ريني فايلر المدير الفني أعتقد أن أسهمه ارتفعت إلى حد كبير جدا، وشفنا الاهتمام البلجيكي بيه والاهتمام السويسري بيه، وده اللي هنعرض له بالتفصيل. لكن انت كنت عايز تقول حاجه؟ لا يعني في ناس، هو احنا اللي بنقوله ده، احنا بس بنذكر الناس بالدور الوطني النادي الاهلي، اللي ناس حولت ان مظاهر الوطنيه ان تقول بعض الالفاظ وتستخبى فيها عشان يعني تغلفها. النادي الاهلي لا يتحدث عن مواقف، احنا بنذكر الناس بنشاه الاهلي الوطنيه ودوره الكبير جدا، وانه لم يكن يوما بعيدا عن قضايا وطن، وبنقول للناس اللي ليهم اغراض ابعدوا عننا. بس ابعدوا عننا، لكن مؤكد يعني التاريخ منحاز للنادي الاهلي عن صدق، عن مواقف، عن قيم وموصل ورياده، ومش محتاجين ان احنا يعني محتاجين نردد بين الحين والحين، لكن مش محتاجين انها تبدو كانها يعني مسألة تحتمل القيل والقال يعني. فيمكن احنا احساسنا بالنادي الاهلي عالي شويه، او لانه يستحق. متربيين احنا الاهلي. الاهلي القيمه الغاليه قوي في الوطن، يعني لما تشوفوا هو في حد ما ينبسطش ان ارض هذا الوطن تطلع نادي هو الاكثر نجاحا في العالم؟ في العالم بصوا على كل الصحف العالمية وهي تضع الأهلي الأكثر نجاحا في البطولات الكروية على سطح البسيطة. شوفوا الأهلي لما يتحط الجدول بتاع الأكثر تتويجا بالبطولات القارية والعالمية، تلاقي الأهلي بعد ريال مدريد، الأهلي بعد ريال مدريد، الأهلي يسبق برشلونة والميلان. ولو واخد النادي الأهلي، ولو كان واخد حقه في السنين اللي فاتت دي كان بكتف بكتف. وبعدين يتقال لك أصله مش عارف إيه، لا ده لو خد حقه ده عشان غاب عن افريقيا لاسباب تتعلق بعدم سلامه الموقف في بطولات افريقيا وقتها، واللي ثبت عمليا وفعليا بعدها انه كان الموقف صحيح. لولا غياب الاهلي في هذه الحقبه ما كانش اتاخر هذا التاخر، بالعكس كان قفز كتير لقدام. لكنه انت بتتكلم على نادي اخر حاجه اهي، الاهلي كمان الاعلى قيمه تسويقيه في افريقيا، واعتقد كون ان الاهلي رقم واحد وبيراميدز رقم اثنين والزمالك رقم ثلاثه ثم صن داونز والنجم الساحلي والوداد المغربي، ده معناه ان الدوري المصري ده يخليني اقف مع خبير التسويق في حاجه انا ما اعرفش هي ديت حاجه كويسه ولا دي مصيبه سوداء، لما يكون انا عندي التلات انديه بتوعي بيصرفوا على الكوره وقيم التسويقيه بتاعتهم في كره القدم، لانه الاهلي وبيراميدز والزمالك القيمه التسويقيه لكل منهم حجم ما لديهم من قيمه عقود لاعبين وصل كده، يكون اعلى من صن داونز الجنوب افريقي. الاهلي كام؟ الاهلي 32 وبيراميدز 21 والزمالك 20 مليون دولار طبعا. وصن داونز الجنوب افريقي، جنوب افريقيا يا جماعه لما بنقول احنا دولة من دول العالم الثالث، محدش بيقول طب هو مين العالم الاول ومين العالم الثاني، هي فجأة بس بنتكلم على مستوى العالم الثالث في السياسة وفي التأثير في الاقتصاد العالمي. جنوب افريقيا احدى دول العالم الاول، امريكا واوروبا الغربية دول العالم الاول، ومضاف اليه جنوب افريقيا، وكان وقت اوروبا الشرقية طبعا، والباقي بقيت اسيا كلها دول العالم الثاني، والباقي الفقراء العالم الثالث. فجنوب افريقيا تكون احدى دول العالم الاول بحجم تاثيرها في الاقتصاد العالمي وحجم قوتها عالميا، هي دول احدى دول العالم الاول. صن داونز ناديها الابرز يجي بعد الرابع بعد الاهلي والزمالك، الاهلي وبيراميدز والزمالك. ده معناها ايه؟ دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ أنا بسألك، ده كويس؟ أنت خبير تسويق، ما أنا هجاوبك أهو. ما أنا هجاوبك. كويسة لما تنطبق شروط السلامة المالية. أيوه. وهي لا تنطبق إلا على النادي الأهلي. أيوه. بدليل الغرامة اللي جت على اتحاد الكورة. إنه إدى إنه طلع الرخصة
التي لا تتفق مع معايير السلامة المالية، ما كانش الأندية عليها. فالنادي الوحيد اللي واخد هذه الرخصة هو النادي الأهلي. إذا لما يتقال إن النادي الأهلي 31 مليون 32 مليون 32 مليون يورو ها وتنطبق عليه السلامة المالية ها، ده هو بقى لو كان ما تنطبقش عليه السلامة المالية كان زمانه 50 مليون يورو. فاهم ازاي؟ لو صرف 50 مليون او 60 مليون ايوه ما تنطبقش عليه. أيوه. لكن انت معناها ايه السلامة المالية؟ ايوه ان ما عليكش مديونيات لحد، ما وكلش حقوق حد، ان ما عليكش قضايا خاضعة لانك واكل حقوق حد. ان ميزانيتك تعبر حقيقة عن موقفك في رعاية كرة القدم لديك بشكل سليم. حاش الحقوق عندك. الرواتب في مواعيدها، الدنيا ماشية عندك ازاي، كل واخد حقوقه. هي دي السلامة المالية. ولذلك المعايير كلها انطبقت على النادي الاهلي وخد الرخصة. من الكاف. أي. فلما كالعادة المساندة، يعني البعض يشعر لده دوره يمكن في اتحاد الكرة ان هو يسند الأندية، لكن هو وهو حسن النية ويساعد الأندية على انه يديها ما لا يعبر عن واقعها، هو من ناحية تانية بيضرها لانها لا تسعى الى تعديل هذا الواقع. لما تيجي كل غرامة تدفعها بالنيابة عني، ما هو انا مش ما عنديش مشكلة بقى ان انا موقفي المالي احاول اظبطه بالمعايير السلامة المالية او الشفافية المالية. فهو كويس ومش كويس. كويس يبين ان في اهتمام بكرة القدم وفي انفاق بهذا الحجم على كرة القدم في مصر، بس ده كان المفروض ان يستتبعه ايه؟ التناقض هنا، ما هو الوضوح والغموض. ايوه انك انت لما يبقى اول ثلاث اندية على مستوى القارة في قيمة تسويقية اهلي بيراميدز زمالك، ده معناها ان الدوري بتاعك هو الاغلى في العالم وهو الاقوى على مستوى العالم. فيعني المفروض انك انت ما يبقاش عندك مشكلة واحدة. يبقى انت كده المفروض ان انت وانديتك، اين الحقوق المالية بقى بتاعت يعني انا لما هو انا لما تيجي كل مرة مهدد ان الدوري يوقف او الماتشات تتأجل او ما فيش جماهير او ما فيش اذاعة، فين انا دفاعك عن حقوقي انا اتحاد كرة كنادي بينفق على كرة القدم وبيمدك بعناصر المنتخب القومي؟ فين ما بتدينيش ليه ما يعني يدعمني ماديا ان انا استمر في هذه السياسة السليمة. أيوه. ونميها. أيوه. انا مش متمكن ان انا لا بيع سيزون تيكت ولا اعمل تذاكر عشان جمهوري يخش لي، وبالتالي حتى القيم التسويقية بقت مبنية على التلفازة والبث الفضائي فقط. وبعض الاوت دورز والحاجات دي، الاعلانات الخارجية. فارجو ان تدار كرة القدم، وده اللي بيخلي يعني ازاي الدوري المصري لحد النهارده مفيش رابطة الأندية. انت اختصرت السكة. ازاي؟ بصوا يا جماعة، اللي حاصل دلوقتي من أزمة كبيرة، أزمة تهدد المسابقة، خلينا نكون صراحة. أكثر أندية المسابقة إحرازا لألقابها يشعر بعدم العدالة. أكثر أندية المسابقة تحقيقا للبطولات وإفرازا للنجوم ودعما للمنتخبات الوطنية يجد نفسه في حيرة شديدة جدا في التعامل مع جدول مسابقة. ماتشات تتأجل الساعة 12 بالليل، جدول يتشال فريق مكان فريق، أوضاع لا تنم عن مسابقة فيها أعلى ثلاث أندية الأكثر تسويقا أو الأعلى قيمة تسويقيا في القارة الأفريقية. إحنا سابقين جنوب أفريقيا الغنية الكبيرة، سابقين تونس بأنديتها، وسابقين الأندية المغربية والجزائرية. إحنا في يعني الثلاث أندية بتوعنا 32 مليون يورو النادي الأهلي، 31 أو 21 مليون يورو بيراميدز، و20 مليون يورو نادي الزمالك. إذا أنت عندك فيه ثلاث أندية عندها بالظبط كام؟ 73 مليون يورو للأندية الثلاثة.
طب مسابقه فيها هذه القيمه التسويقيه وهذه الاموال الكبيره جدا، بس خلي بالك دي مش قيمه تسويقيه، ده انفاق، حجم الانفاق على قيمه العود اللي اما القيمه التسويقيه دي اللي في حته بقى اللي هي فيها ايه بقى السلامه الماليه، انك انت وعدد الانصار بتوعك وعدد المتلقيين بتوعك وعدد الاستفاده. يعني احنا كنا عاملين مع الدكتور سعد شلبي دراسه انك انت لما تعمل اعلان في الملعب كنا عاملينها بالسنتيمتر، في الحته دي يبقى الاعلان يساوي كذا، في الحته دي الاعلان يساوي كذا، مبنيه على نسبه المشاهده كم دقيقه، مناطق الخطوره في الملعب ما بيجي لك الكاميرا بتيجي عليها كم ثانيه وكم دقيقه بالظبط، فدراسه فده القيمه التسويقيه، انك انت لما اعمل اعلان عندك ايه المردود عليا، بدفع لك ليه كل ده عشان مردود عليا، كل دي كانت تبقى معبره عن الواقع لو الدوري بتاعك منتظم وملاعبك محدده ومصادر دخلك واضحه ومعلكش ديون لحد. طيب الازمه هتخلص؟ هتخلص. انا بس ايه بذكر هذا الموقف برضو عشان اقول واكد ما هو احنا يعني برضو عايزين نبسطها على الناس، هو النادي الاهلي كان بيتلكك ولا كان على حق؟ أيوة. كان بيسعى لصالح الكره المصريه ولا كان عايز يستفيد ايه؟ يعني هو لما بيقول الماتش في ميعاده ده كان عايز يقابل الزمالك وما هوش ضامن هيكسب ولا مش هيكسب. صحيح. ماتش الاهلي والزمالك غير مضمون في كل الاحوال، لا هو يضمنه ولا انا اضمنه. ورغم كده كنت حريص ان العبه. لو انا موقفي ما يهمنيش الا مصلحتي، طب ما يتاجل مصلحه. ايه مشكلتي؟ لكن دليل سلامه موقف الاهلي يا استاذ ابراهيم للمره الاولى في تاريخ الكرة المصرية عند حدوث أزمة أن يتفق القاصي والداني المنافس وغير المنافس حتى من أنصار المنافس بتاعك في دعم موقفك والإقرار بأنك كنت على حق في هذا الموقف. إنه لا الأهلي بيتلكك ولا الأهلي بيفرض عضلاته. وبالمناسبة لو هنتكلم في ثنايا الأزمة لأنها هتتحل إن شاء الله لما يبقى في توافق وفي رغبه على تغليب المصلحه العليا وتفاهم لدوافع موقف النادي الاهلي، الامور واضحه. وان شاء الله تعالى بكره ياتي القرار بتوافق كل الاطراف وتعظيم المصلحه العليا على اي اعتبار. ودعم النظام بقى فيما هو قال. لكن الجزئيه اللي المهندس عدلي اشار ليها هو ازاي نقدر نطلع من الازمه العنيفه قوي ديت اللي هددت المسابقه الجميله بمكاسب اللي فيها اعلى قيم لعقود لاعبين واعلى تسويق لثلاث انديه الاوائل، ازاي نطلع باي مكاسب او اي دروس؟ انا على المستوى الاعلامي الخطا الاكبر في هذه الازمه استسهال ترديد الدواعي الامنيه. صوره سلبيه جدا، وزي ما قال الاستاذ عبد اللطيف المناوي في مقاله مهمه جدا في المصر يوم اول امبارح. احنا تعودنا دايما وابدا انه الكلام عن الدواعي الامنيه عامله زي اللام الشمسيه اللي لا تنطق، واخد بالك ليه؟ لازم يحصل توافق ما بين الاطراف كلها، ووقتها اتحاد الكوره يعلن الموقف. لكن صوره سلبيه جدا ان كل الاطراف اللي عايزه تاجل مباراه والكل يتكلم في كل الجرايد وكل المواقع وكل البرامج الحالة الأمنية والدوافع الأمنية. مصر الشرطة فيها تبذل جهود غير طبيعية، تواجه تحديات والحمد لله يعني السيطرة واضحة، تواجه تحديات تاريخية، استطاعت إنها تعبر بهذا البلد مع القوات المسلحة مراحل في منتهى الخطورة، وبتقدم تضحيات كل يوم ربنا يحرسهم يا رب. فما ينفعش ابدا انه باستسهال ترديد لفظه الدواعي الامنيه والحاله الامنيه لا تسمح. هايف يعني طبعا ممكن يكون في اسباب يتم عرضها في اجتماعات مغلقه، ومن جهه الاختصاص اولا تعرض من جهه الاختصاص وكبار القاده على اطراف اداره المنظومه الكرويه ويطلعوا قرار بتاجيل المباراه. مش بالضروره يتقال التفسير الامني، ومش بالضرورة أرجوكوا نكون حريصين على تصدير صورة سلبية. الشرطة متحملة كتير جدا، بتقدم تضحيات كبيرة قوي، الحالة الأمنية الكل يشعر بيها.
ثم ان الحاله الامنيه في الاساس الانعكاس ليها المباشر جذب الاستثمارات وتنشيط السياحه ان شاء الله. لما يكون رئيس الجمهوريه كل هذه الدول وبيقوم بكل هذه الزيارات وبيعيد كل هذه المكانه لمصر في افريقيا وفي كل دول العالم جذبا للاستمرار، ترسيخا للاستقرار، تنشيطا للسياحه. مش ده المردود المباشر على لقمه العيش للناس؟ تبقى الجهود السياسيه بهذه الكثافه وبهذا الحرص وبهذا التعب، وانا اطلع في كل لحظه اصدر للقاصي والداني ان عندي مشكله امنيه والحاله الامنيه لا تسمح، وترديد تتقال في اجتماع مغلق، ويطلع اتحاد الكوره كطرف مسؤول عن اداره المسابقه مع الانديه المعنيه ان في مباراه الاهلي والزمالك هتؤجل. كانت قبل كده بتتاجل ماتشات ومحدش يعرف تاجلت ليه، يطلع جدول وما كانش حد هيزعل. ما انا بقول لك محدش هيزعل الكلام بدل ما تقال. ارجوكوا اخطر من الراي العام بالليل استسهال هذا اللفظ. وبعدين اسمع بعد اذنك يا باشمهندس، لا اصله عشان جمهور الاهلي والزمالك مع بعض في القهاوي والشارع. هم مالهم؟ طب هم مع بعض طول الوقت. هو تاجيل المباراه هيفصل بين الجمهورين في الشارع؟ ما بيتناكفوا على القهوه على ليفربول ومانشستر. ايه فكره ان انا برضو بسفه في المساله وقلل من حجم الموقف ان اصل الجماهير مع بعضها في الشارع واصله على القهاوي؟ طب تاجيل المباراه خلاهم بقوا حلوين؟ مش محتاجين مبررات ساذجه تتردد في الاعلام في كل لحظه. هذه الامور ارجوكوا ما تتكررش وتحكم وتحسم في الغرف المغلقه، ويطلع قرار اداري من اتحاد الكوره بتاجيل مباراه الاهلي والزمالك. متفق عليه مع كل الاطراف وخلصنا. الكل يقعد على الترابيزه، يا جماعه مصلحه البلد تقتضي تاجيل هذه المباراه لسبب واحد واثنين وثلاثه. ما يتقالش، ما يتقالش ابدا. مش كل واحد مش عايز يلعب مباراه يطلع نلاقي هذه الصوره السلبيه جدا اللي ضرب البلد فعلا. دي من الناحيه الامنيه اللي اتمنى ان الكل يعي هذا الدرس فيها. الحديث عن الظروف الامنيه والحديث عن دوافع التاجيل او حتى لو الغاء المسابقه كله في ده البلد، بس يكون على اضيق الحدود وفي نطاقات مغلقه والكل يلتزم، تتضح الصوره والكل يلتزم. لكن اللي تم ده ان على كل الشاشات اخر الليل لدواعي امنيه والكل يثرثر والكل يقول والكل يعلي صوته، في صوره سلبيه بنقدمها عن بلدنا. أسوأ من كده ما اعتقدش. فده الدرس الاول اللي اتمنى ان الكل يعيه. الدرس الرياضي الاداري الثاني اللي اشار اليه المهندس عدلي، مجلس اداره اتحاد الكوره لما اتعين في مرحله انتقاليه كلجنه خماسيه من قبل الفيفا، وهي لجنه وصايه للاسف، لكن ليكن. الفيفا شاف انه ملف كره القدم في مصر محتاج يتعدل، اوكي، عين لجنه من قبل ووافق على اعضائها مدفوعه الاجر وكلهم ناس افاضل وناس ذات قيمه. لا يعني هو على ده، لكنه الفيفا حرصه على ده عمل احترافي. احنا ليه بنقول مدفوعه الاجر؟ هذه ليست تهمه، ده يعني ده حق، ولكن عشان نقول ان تبعيتهم المباشره للفيفا. فانت لو هتضيع الوقت لغايه يونيو اللي جاي ولا يوليو الجاي في ان انت ما تعملش اصلاح حقيقي للكوره، لا يبقى ما ملكش لازمه خالص، يبقى انت جاي تناكل. جاي تدير ازمات، مش مفروض تدير ازمات انت تخلقها. انت قبل الموسم بعتت للانديه وقلت ان انا بصدد وضع لائحه كامله تدير الموسم وتدير الكره المصريه، ما حصلش. النقطه اللي المهندس عدلي اشار اليها، لو اتعملت، اولا لو ما اتعملش غيرها لكفاهم. يعني لو الاستاذ عمرو الجنايني في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية من عمر كرة القدم المصرية ما عملش حاجة غير تعديل لائحة النظام الأساسي بما يسمح بتأسيس رابطة الأندية المحترفة لكفاه، هو متجرد من حسابات الانتخابات، هو والسادة أعضاء اللجنة مش هينزلوا الانتخابات وما عندهمش حسابات. الحل الأمثل للأزمة اللي انتوا شايفينها دي واللي قابلة للتكرار وقابلة انها تنتج تاني، ان يبقى في لجنه محترفه لرابطه انديه المحترفين بتدير المسابقه. اطلع انت بره المشهد، ساعتها مش هيبقى الناس الافاضل دول اعضاء اتحاد الكره مسؤولين عن حاجه. المباراه هتؤجل من قبل اللجنه المحترفه مع القيادات الامنيه ومع المسؤولين، الانديه شايله همها. واللجنه دي منتخبه من الانديه.
لجنة منتخبة من الأندية المعنية، يعني اللي هو إيه لجنة محترفين؟ يعني إيه؟ يعني أندية القسم الأول هتختار 20 واحد مثلا، 15 واحد، 10، زي ما يتفقوا العدد كام، يبقى هم دول اللي بيديروا بالنيابة عنه. أيوة خلاص، يعني المسائل فيها حوارات على الترابيزة، قرارات ملزمة للجميع، محدش بيفاجأ بحاجة. أيوة النظام المسابقة بيتحط، بس يبقى إيه بقى؟ ما هيش توصيات، تبقى قرارات ملزمة، وفي نفس الوقت يبقى ياخدوا حقهم انهم يديروا الامور التجارية من هذه المسابقات لصالحهم. يبقى كاس مصر بيروح لاتحاد الكرة بالنظام التقليدي بتاعه، اما الدوري وما المنتخبات لاتحاد الكرة، اما الدوري وما يعين من مسابقات اخرى تبقى كل عوائدها التسويقية كلها بتاعت الأندية. بتاخدها بتوزعها ازاي؟ زي ما في انجلترا بيدوا 3% من هذه بتاع اتحاد الكرة، لنشر اللعبة، اتحاد الكرة للإسهام في نشر اللعبة ورعاية الشباب، بيدوا الاتحاد نسبة أكتر منها 3% لنشر اللعبة والباقي لإدارة بقية الدرجات. عندهم 6 درجات تنتهي بالهواية. أيوة. ولا قمة الاحتراف ثم نصف المحترفين. معرفش النظام ده اتغير ولا لا، ده الكلام ده اللي انا رحت وشفته 2005 2006، هل غيروه؟ الله اعلم. انما لا، ده اللي عايز اقوله، ايا كان اعمل نظام. هل معقولة ان مصر اللي كان خبرائها بيروحوا يعملوا في كل مكان في العالم يأسسوا للكرة سواء بدون حرك كده في الخليج، يبقى النهارده الخليج مشي سبقنا وجري في التسويق، واحنا عايزين نقلده، وفي اللجان، مش نقلده، احنا هو عمل النظام، احنا عايزين نعمل، ما عملناهوش. انت بتعمل، انت بتقلد، انت بتنفذ تعليمات الفيفا، ما بتقلدش حد، دي تعليمات. وبتاخد كل سنه استثناء. وانا من 3 سنين كنت سمعت ان ده اخر استثناء، ان احنا استنفذنا مرات الرسوب. ما اعرفش ازاي مستمر لحد كده. ولذلك يبدو ان دي من الحاجات اللي استند اليها برضه الفيفا. الله، ده انتوا ما عندكوش حتى احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد اللي فات مره بقول له ها ما هتعملوا رابطه محترفين بقى وتريحوا دماغكم؟ قال لك نعم، على اساس ان احنا عبطه يعني. فانا ادركت لا، هم فعلا اذكياء جدا. هو كان معنى انه في مجلس منتخب مستفيد جدا من الكعكه الكبيره بتاعه الدوري الممتاز، عنده نفوذ كبير، عنده فلوس كتيره، فالفلوس اللي بتتقسم بتتوزع لانديه القسم الثاني والثالث من الاتحاد جايه من عائد الدوري الممتاز، فبيكسبوا اصوات الغالبيه من الجمعيه العموميه بشيك الولاء بتاع الدوري الممتاز والغرامات بتاعت لجنه مسابقات. فانت تلعب وتطلع عينك وتصرف 30 مليون جنيه او 30 مليون يورو على لعيبه، انت ما بتاخدش حاجه، بتاخد درع الدوري لقب ولا مليم جايزه، وده ما بيحصلش في مسابقة فيها هذه القيمة، فيها 3 أندية الأغلى والأغنى. متخيلين أنه هذه البطولة اللي بيتصارع عليها أنا ما باخدش يا أستاذ إبراهيم مجانية حق رعاية لعيبتي في قطاع الناشئين زي أي حتة في العالم. بتقول لي القايمة والباقي لازم أسيبه ببلاش. طيب تعمل إيه بقى؟ أنت حالياً مجلس إدارة الاتحاد اللي موجود دلوقتي أو اللجنة الخماسية خلاص ما عندهاش حسابات وما عندهاش مصلحة، هي اللي تفرض ده، هي اللي تبدأ على وجه السرعة في ده. إذا كانت لائحة النظام الأساسي اللي حطها المجلس اللي فات لا تنص على ده، لازم أن يتحط وعلى وجه السرعة، ولازم أن تشرع اللجنة الخماسية في ده. وهقول لكم إيه اللي كان ممكن يحصل. طب أنا بمنتهى اللقمة يعني بقى هقول لك حاجة. ده اللجنة دي لو بتحب الكورة وعايزين يستمروا فيها يعملوا رابطة أندية المحترفين، لأن هو قراره أنه ما ينزلش انتخابات مجلس إدارة النادي، لكن ممكن أي نادي يرشحه. يعني أستاذ مثلا عمرو الجنايني ما هو في مجلس إدارة المقاصة، ممكن يبقى هو مندوب مصر المقاصة في اللجنة دي وينزل إذا كان بيحب يعني الكورة وعايز يخدمها. بالظبط، هو عشان نبسطها للناس، الرابطة دي هتشتغل إزاي؟ يعني إحنا عندنا 18 نادي في الدوري الممتاز وبعتوا لنا جوابات. طيب ال 18 نادي دول لو كل نادي صوت بيختاروا منهم مثلا 6، اتحاد الكوره مجلس اداره الاتحاد بيرشح 1، ال 18 نادي هينتخبوا 6،
الاهلي مرشحه فلان، الزمالك مرشحه فلان، المقاصه مرشحه فلان، انت انتخبت مجلس اداره رابطه الانديه المحترفه. هذه الرابطه بتدير الموسم كله، هي اللي بتدير المسابقات. بدل ما اسمع مدير لجنه مسابقات الراجل جاي مدير اداره مسابقات شاب بسمع عنه كل حاجه جميله، شاب فعلا كل اللي يعرفوه بيقولوا لي حد نابغه وحد منظم وعقليه هايله رائع، بس الخبره فين؟ مشكله، مشكله في اداره بطوله بهذا الحجم في هذه المشاكل لوحده، اداره لوحده مش في لجنه معاه. فانت لو عندك رابطه انديه محترفه منتخبه من اعضائها من الانديه بتوعها مجلس اداره، فمحدش هيلوي دراع حد، ومحدش هيفرض مباراه تاجلها، ومحدش هيقول الماتش ده اتاجل علشان الاهلي، ومحدش هيقول لا اصلا صاعوا لرئيس الزمالك، لا اصله المهندس فرج عامر بيأيد الاهلي، كل الكلام العبثي ده مش هتسمعوه. هتلاقي فيه رابطه مجلس اداره منبثق من هذه الانديه بيدير شؤونها وبيوزع فلوسها. كنت هتمشي بالشكل المظبوط ومحدش هيسمع لك صوت. هو يعني بقينا الحاجات اللي في العالم كله بديهيه بتعتبر احلام بالنسبه لنا. دي مش ماساه كرويه. يعني ليه ده مثلا الشيء الواضح جدا شديد الغموض كلها، تتصور المفارقه دي لما تطبقها. انت متخيل انه مجلس اداره رابطه محترفه لما تشكله وتحط معاه منسق امني ضروري هيبقى فيه، متخيلين لو في منسق امني ولا مشكله هيسمعها؟ ولا مشكله، ولا حد يجرؤ يفتح في بقه بكلمه دواعي امنيه، الكلمه الفارغه. والانديه تتفرغ فقط لدورها، مش عايشه ازمات طول النهار، وكله بيجري على الاعلام عشان يدعم موقفه، ومن خلال الاعلام يحصل كل البلاوي اللي احنا شايفينها بقى دي دلوقتي. كل الخلافات وكل التصديرات اللي مش صح وكل التراشق، الاحتقان هو ما يظهر على السطح من خلافات ما كان لهاش سبب، والله ما ليها سبب ولا ليها مبرر انها تكون موجوده. تخيل انت لو اللجنه دي مشيت، لا هي كده كل الماتشات دي كده، في العب بدون جمهور في الحته الفلانيه بس خلاص. خلاص هو انت لو في وفيها منسق امني وفيها مدير تنفيذي ليها، خلاص الناس هتتفرغ فعلا لشغلها. وبعدين يا سيدي لما اداء هذا المجلس، مجلس الرابطه ده لما اداؤه في هذا الموسم ما يعجبكش، في الموسم اللي جاي انتخب ناس غيرهم، يبقى بدل الست انديه ده وده وده ممثلين انتخب ناس تانية. يبقى باستمرار في تدويل، كل الانديه بتشارك في اداره نفسها، كل الانديه موجوده في التشكيل. هو المدهش ان لما جه الاستاذ ثروت سويلم في ايبان، ما هو كان بيدير الاتحاد، بعتوا للانديه جوابات انهم عايزين يعملوا رابطه الانديه، واتبعتت الترشيحات. طيب انت لجنه جيت لقيت هذا الوضع، ما تحركوا، كل مطلوب تحريك هذا الامر، حتى تسيب وراك نظام انت اللي ابتكرته وانت اللي دعمته يحسب لك وانت جاي للهدف ده. يا اخي والله الدنيا والله العظيم بسيطه، بس يعني الاراده تجتمع على صالح الكره المصريه فقط، مالكش دعوه بحاجه. يا ريت بس نعمل ازاي والعداله مفقوده في الشكل اللي احنا شايفينه. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ناس كتير عمال تسال، يمكن رسائل كتيره قوي حوالين الموقف. يا جماعه اطمنوا تماما، اي موقف سيصدر سيكون تغليبا للمصلحه العليا وتوافق بين كل الاراء، فمش عايزين نسبق الاحداث، لانه فعلا الناس لما بتقعد مع بعضيها وبتبحث وتحط كل المستجدات بيكون الراي اللي طالع بالقرار هو ما يخدم المصلحه العليا. لكن احنا واحنا بنشير الى ان هذه الازمه وهذه الاحداث فيها دروس كتيرة جدا مهمة، قلنا لابد لفظة الدواعي الأمنية الناس تخف منها شوية ويتكلم عنها المسؤولين فقط وعلى أضيق الحدود وفي الغرف المغلقة. قلنا ضرورة استحداث رابطة الأندية المحترفة عشان هي اللي تشيل شيلتها، لا حد يقدر يتكلم على الأمن، ولا حد يقدر يتهم عمرو الجنين، ولا حد يقدر
يدخل اي اطراف اخرى، خلاص المسابقه بتديرها لجنه محترفه، ويا ريت بعد كده ننجز كمان رابطه محترفه لانديه القسم الثاني، ما دام القسم الثاني قسم محترف يبقى عندك شكل فعلا كروي منضبط اداريا. لكن العداله اساس الحكم، ده سنه الحياه وطبيعه الكون، العداله اساس الملك. فانت التحكيم مساله مهمه جدا. مهندس عدلي قبل كده في حلقتين فاتوا قال احنا اوضاعنا التحكيميه افضل حالا، بس مش احسن بكتير، لانه في اخطاء واضحه جدا. في مباريات الناس طالعه بتشتكي من التحكيم، في مباريات يا باشمهندس خبراء التحكيم مقرين. يعني انا لما يبقى عندي اتفاق بين المحللين الزمالك والمقاولين، الزمالك والمقاصه، الزمالك والاتحاد، ثلاث مباريات من كام؟ من اربع مباريات، يكون عندي ثلاث مباريات تشهد مش راينا بس، ما فيما يخص التحكيم راينا هيكون مجروح، لكن راي خبير تحكيمي بيحلل. هو انا بس عايز اتوقف عند خبير تحكيمي دي. مش عايز الكابتن جمال غندور الذي اعلم انه يبذل قصارى جهده يضيق صدره بهذه الملاحظات، لان هو نفسه كان بيرصد، كان بيمارسها، كان بيرصدها وكان مندهش منها. ايوه، فيعلم انها موجوده، ويعلم ان ساعات بتبقى فيها تطوع في اخطاء فيها تطوع ملهاش اي معنى. يعني اما تيجي نعلق عليها. طيب، عندنا فترة توقف كافية جدا لالتقاط كل الأنفاس، فترة التوقف اللي هتكون لمشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو، فرصة للتحكيم. هي هتكون من 8 ل 22، كل الدنيا هتهدى فيها. يا ريت تصفيات تكون إيه؟ أولمبياد طوكيو اللي هي المنتخب الأولمبي اللي هتتلعب عندنا. ده ما حدش بيجيب سيرتها، ده البطولة الأمم الأفريقية من 8 ل 22، من شوف 8 ل 22 نوفمبر. خلاص اللي فات كله حمادة، والبطولة دي حمادة تاني. عايزين كلنا نبقى ورا هذا المنتخب بالمعنى الإيجابي. على فكرة التعتيم اللي موجود ممكن يبقى لصالح شوقي غريب، شوقي غريب وفرقته، بس ارجوك يا شاوي من فضلك مش عايز اشوف اعلانات غير بعد لما تكسب البطوله. يعني لو لقيت اعلانات للعيبه دي في الشوارع قبل البطوله هتقلق، هقلق جدا. ان شاء الله ما تقلقش. فبقول لكم فرصه لالتقاط كل الانفاس، وهتلاقوا انه هذه البطوله وهذا التوقف نعمه للكره المصريه ونعمه لبطوله الدوري ان شاء الله. فبالتالي اعتقد واحده من نعم هذه الفتره وهذا التوقف يكون لصالح التحكيم، انه كابتن جمال الغندور يعيد فعلا تدارس الموقف في هذه الاخطاء المتكرره في اتجاه واحد، وده اللي بيشعر الجماهير بانه العداله مفقوده. ادي الزمالك حقه بس ما تديلوش اكتر من حقه، وادي الاهلي حقه بس ما تاخدش منه اي حق وما تديلوش اكتر من حقه، وهكذا لبقيه الفرق. طبق عداله تامه، لكن ابقى كل مباراه في ملاحظه واضحه جدا، واضحه ومحدش بيتكلم، محدش بيتكلم. طب ما يجوز احنا غلطانين، المباراه الاخيره الزمالك والمقاولين ضربه ركنيه جه منها هدف للزمالك غريبه جدا، فرجاني ساسي ضارب لاعب المقاولين ضربه عنيفه جدا، الطبيعي جدا انه فيها طرد يبقى كارت اصفر، ضربة متكررة تستحق الطرد مرتين وفي المرتين كارت اصفر. نشوف رأي الكابتن احمد الشناوي فيها. هدف الزمالك الاولاني، وانا عايز اقول طبعا فيه انه طبعا هي تسديدة، والحارس بيعمل التراي، الحكم المكان بتاعه زي انا موقف كده بيقول ان جت في ايده، لكن مع الاعادة التلفزيونية ما جتش في ايده خالص، وبالتالي الركنية احتسبت، وافترض انها كانت تحتسب ركله مرمى. فطبعا هنا بالشكل ده وجا منها الهدف، هو ده سبب اعتراض لعيب الفريق. ده مش بس كده، واللعيب خد انذار، ابو سعود خد انذار عشان الاعتراض. يعني
ده منتهى الظلم بقى، انك كل كمان حتى مش عايز يعني مش عايزني اقول والله ما جت في ايدي. يعني ازاي يعني؟ يعني ايه ايه اللي معان في القهر ده؟ وبعدين فارق كبير قوي انك تطرد للانذار الثاني، فارق طرد المباشر ده في حقوق يعني. لو كان موجوده كمان الفيديو بتاع فرجان الساسي، خلي بالك في الضرب، انت بتتكلم على ماتش بين 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 الثالث والرابع على الدوري. يعني نتيجه هذه المباراه مؤثره في الترتيب. فمؤثره بدري في الترتيب. والحقيقه التعليق اللي قاله على انه في مسؤوليه، على انه ما هو مؤلم. المهندس محمد عادل لقد تألمنا كثيرا من لعب هذه المباراة التي ما كنا معترضين على اننا نلعبها، ولكن مسؤوليتنا اقتضت ان احنا نلعب. تألمنا شعور، يعني ليه بتديني بتصدر لي هذا الشعور؟ هي ما هو دي بقى العدالة المفقودة يا جماعة. خلوا بقية الأندية تشعر انه الكل سواسية. بقول لكم ما يتميزش الأهلي عن المقاولين، ولا الزمالك عن المقصة، ولا أي حد عن أي حد. ادي كل الناس كل أطراف المسابقة حقوقها، هنقول تعظيم سلام. لكن للمباراة التالتة على التوالي أخطاء مؤثرة في النتيجة. بقول لكم لو كان موجود الخطأ بتاع فرجاني ساسي، اللي ما أعتقدش أي حد له في كرة القدم أو ملوش شاف هذا العنف، ما قالش فين الكارت الأحمر إلا الحكم. وبعدين يدهشك إنه حتى بالنسبة للكورنر، ممكن مش بالتأكيد إن هو أخطأ التقدير فيها، بالتأكيد مش عارف إن دي هتيجي جون طبعا، لكن تبريره ليها بين الشوطين اللعيبة بتاعت المقاولين. أعتقد محمد سمير كاتب بوست بيقول لك، بقول للحكم وإحنا داخلين أوضة اللبس، والله العظيم ما جت في والله يا أبو سعود ما لمسها. قالوا طب وأنتوا سايبين الواد يجيب جون لوحده ليه؟ مش واقفين معاه ليه؟ يعني التاني بيعايره فنيا. لا يعني يقول له يعني ما ترميش خطأك علي، يعني انت كمان موارد ان يجي من الكورنر جون طبعا. لكنه الخطأ الافدح كان ان انت تتجاهل عنف عنيف جدا من لاعب زي فرجان الساسي، وتضطر تطرده بعد كده في وقت متأخر. وهو لما طرد نفس اللاعب، نفس الحكم لما طرد وليد سليمان بمنتهى الصرامة على لعبة أبسط، هنعتبرها زيها؟ معاييرك فين يا بنا؟ وبنا ده كان من الحكام اللي بادين كويس قوي، لكن الحقيقة تعرض لهزة نفسية في 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 بدايته. هجوم هجوم هجوم. أنا شايفه إنه يعني هو بقى له سنتين حكم ماتشين لنادي الزمالك، ربما يكون متأثر أو مش عايز لنفسه مشاكل. هنا بقى الكلام مش عايز مشاكل، عايز الدنيا عندما يخرج الحكم بالمباراة لبر الأمان يبقى ليس قاضيا ولكن مخرجا. وعندما يصبح الحكم مخرج تضيع العدالة. ملوش دعوة الحكم، ملوش دعوة، الناس هتضرب. تعرف ده القانون بيدي لك حاجة، بيقول لك لو انت استشعرت انك انت لو حسبت حاجه هتهيج الجماهير وممكن يبقى في خطوره، احسبها وارصدها في تقريرك. استأنفت المباراه وحسبت هذا الخطا وهو ليس بخطا بعد المباراه على طول. الماتش ده بيتحسب بطريقه ثانيه او بيتعاد انه استكمل في ظروف غير طبيعيه. حق ضميرك، مالكش دعوه. ضميرك انت كنت ترد على سمير، انا شفتها كورنر بس خلصت. انما انت ليه سايبه وجاي تكلمني؟ انت شفتها ايه؟ مش متاكد منها حسبتها ليه؟ متاكد منها احسبها وصمم عليها. انت الوحيد اللي هتبقى عارف انت صادق ولا مش صادق، انت الوحيد، انت اللي بتقول وانت اللي شفت. لكن كده غلط. طب كده غلط وقدام المقصة ما كانش غلط؟ نشوف الكابتن الشناوي. نيجي هنا بقى اللعبة دي بتاعت محمود علاء. طبعا يعني انا من لقطة هنا بالشكل طبعا اللايف اللي كان جاي لنا
ما كناش شايفين. انا بشوف ان الحكم دائما وابدا، انا شايف ان اللاعب خمسه واللاعب اللي هم عليهم علامات اكس اللي انا حاططها دي تعتبر عامله الرؤيه مش واضحه للحكم، طالما انه مش في المكان اللي جاي نعمل منه الاسهم دي. لو هو ها بس واضح اللايف صعبه، لا صعبه المسافه جدا انه ممكن يديله فيها. لا يعني انا بتكلم لما تيجي تقول لحكم اضافي ورا هنا في الحته دي اوكي انه ممكن يكون، لكن للتاني المسافه بعيده قرابه يعني 40 متر يعني 40 يارده كتير قوي. لكن انا عايز اقول دلوقتي ده اللي احنا شايفينه. طبعا الدفع هو دفع، لكن هناك فرق بين انا بكون بجري بلتحم على الكره وبيبقى في اندفاع، يعني دفع بيني وبينك شيء طبيعي من اجل الكره، لكن ما تم شيء يعني اللي هو يعاقب بالخطا الدفع. طبعا الحكم كان لازم يكون واقف في الحته اللي انا بقول عليها دي. هنا طبعا محمود علاء ما فيش شك الدفع واضح، ويعني ودفع صارخ زي ما بيقولوا دفع اللاعب، ويعني ادي واضح. هنا بقى لا التسجيل انا عايز اقول هنا محمد يعني عنده رؤيه فيجن، في فيجن بالنسبه له يعني، والخطا واضح ما تقولش مش واضح. يعني هو كان هنا ممكن جدا بكل سهوله يحتسب ركله الجزاء، وركله الجزاء ما حدش يقدر يعترض عليها، حتى الاثنين بتوع الزمالك اللي واقفين شايفين الدفع والحاجات دي كلها. لكن هي طبعا اقوى قرار، ويعني زي ما بيقولوا خدوا الحكم بعدم الاحتساب، لكن الخطا واضح وركله الجزاء واضحه. نيجي بعد كده هنا اهو، شوف وانا عنده رؤيه. نيجي بعد كده ركله الجزاء الثانيه، هو هنا محمد يعني انا كنت اتمنى ان هو يكون اكثر قربا، لان برضو نفس الكلام لو هجينا هنقول ده وده وده، وهنا اللاعب ده بقى شايف ان انا شايف ان الرؤيه قدامه مش واضحه قدامه، زي ما يعني الكابتن حازم حتى كان بيقول واخر المباراه والحاجات دي كلها. يعني انا المفروض ان انا اكون يعني اكتر حرصا انا عشان اكون متاكد ان انا بعدم الاحتساب او الاحتساب، كان لازم يكون دخل قرب في الحته دي، مش في الحته دي، لازم يكون قرب حتى في الحته دي. اللي يمنع شايف لعيب بيقرب الحته دي خلاص اخش واقرب واشوف، طبعا ما شافش. هنا الناس تقول لك ده التحام، لا ده مش التحام طبيعي، لان الكوره كوره لاعب المقصه محمد ابراهيم واخد الكوره قدامه. النهارده مين اللي جاي من ورا؟ لاعب الزمالك اللي هو حمدي النقاز. النقاز ده دلوقتي الكوره اللي جايه، انا كلاعب الكوره بتاعتي عندي الحق والملكيه في ان انا احجز على كورتي واخدها، ابقى احجز عليها عشان ما حدش ياخدها مني، وده اللي عمله لاعب محمد ابراهيم. وبالتالي اكبر حمد النقاز ارتكب ضد المخالفه، وهي مخالفه ان هو حتى عمل حرك جسمه كده، فبالتالي ركله الجزاء موجوده والقرار الحكم مش موجود. نشوف الحاله طبعا واضحه جدا. بص بقى هنا، بص حمد النقاز يعني ايد ودي رجل اهي، يعني ايده ورجله، يعني قدم ويد، يد بتدفع ورجل بتعرقل. اذا الخطا موجود وركله الجزاء واضحه ولكن لم تحتسب. ده اللي بنتكلم فيه، يعني العداله مش موجوده. ضربتين جزاء وبعدين من بعض، ومش معقوله كل الامور بالوضوح دي، والحكم يعني ضربتين جزاء اوضح وفي واحده ثالثه ما جاتش. وبعدين عايز اقول لك حاجه، وبتاعت البنا واضح انها مش كورنر. طيب واخرتها ما هي دي كل دي حاجات مؤثره نقاط. وبتعمل هيجي بقى يقول لك ما انت بتستفيد. يا سيدي انا مش عايز استفيد، انا مش عايز استفيد باخطاء التحكيم، انا مش عايز اخطاء واضحه. الاخطاء اللي انت ما بتشوفهاش ما بنلتمس لك العذر. ناس بتقول لك طب ما يبقى نجيب الحكم الخامس، طب ما كان بيحصل قدام الحكم الخامس ده كان بيتنطط. ده اللي بيحسسك بقى بصراحه بالعمد في الخطا. اللي تحت عينه. الله تحت عينك بقى، ومش هتديني الحق، وفر القرشين اللي هتاخده. ما تجيش كمان تقبض على حساب انك تظلم ده قلتك احسن. حاجه غريبه جدا، يعني ميدو طلع اشتكى بعد هذه المباراه وقال لك خسرنا بظلم التحكيم. عماد النحاس طلع قال لك الحكم ما كانش شايف الا الفانيلا الصفراء فقط. وايضا الكابتن طلعت يوسف والاستاذ محمد مصلحي بعد مباراه الزمالك والاتحاد كان ليهم نفس الشكوى، وضربه جزاء للاتحاد لم تحتسب. يمكن نفكركم بيها. حتى اسمع، حتى المصري والاسماعيلي في برضه مشاكل. في مشاكل في المباراه. شوف اهي
ادي الاتحاد اهي، ادي الاتحاد والزمالك. بص اهو يعني انا نفسي الاتحاد الدولي اي تلامس مع اليد في 18 ضرب الجزاء، لان بتتحسب بره، يعني بره ال 18 بيحسبوها كلها فاولات وهاندبول. طب تتحسب ليه بره ما تتحسبش جوه؟ قريت تويت للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه السابق، يعني تعليقا على احداث التحكيم واللي حاصل، فقال يا جماعه المسارعه بتقنيه الفار ممكن تحل مشاكل كتير، انك على الاقل هتحفظ حقوق والحكام هيراجعوا نفسهم، لانه فعلا في فرق ممكن تهبط، وفي فرق ممكن تاخد مركز، وفي فرق ممكن تاخد بطوله، وفرق تضيع عليها بطوله بسبب اخطاء تحكيميه. الواضح جدا انه في مشكله ما عند الحكام، ممكن تلتمس العذر الحكم لعدم وضوح الرؤيه في الزحمه وفي وسط الناس ولعبه ملتبسه او لعبه غامضه. اللي بالدراع وبالمناخير وبتاع ده اللي بلتمس فيه العذر بالظبط، لكن محمد عادل الكره قدام عينيه مرتين، وعلى فكره ضربات جزاء واضحه جدا، وهو من النوع اللي بيحسب ضربات جزاء وهو جريء. يعني بيصفر كتير. فطب انت الامر قدامك ليه؟ الوضع العام عامل لك قلق وضغط، ولا تجرؤ انك انت تحسب؟ تبقى فيه مشكله كبيره قوي، تبقى فيه مشكله ضخمه كمان. عشان كده بنقول يا جماعه العداله بين كل الانديه، دي مسابقه فيها ثلاث انديه الاعلى تسويقيا للاعبيهم في افريقيا، احنا بنصرف الفلوس دي كلها علشان فعلا تكون عندنا مسابقه مع دوري ابطال اوروبا. بدا يقولوا ولا يوم من ايامك يا رينيا فايلر، منشط صحيفه وولفود البلجيكيه حسب ما نقل عنها الزميل ممدوح فهمي في الاهرام النهارده. اندرلخت بعد انهياره في الدوري البلجيكي، اين انت يا فايلر؟ والصحيفه بتقول مطلوب استلهام واقعيه المدرب السويسري والاعتذار واجب له. اندرلخت البلجيكي دي الصحيفه البلجيكيه، وصوره رينيه فايلر على غلافها، وهم بيعتذروا له ان هم ما كانوش مدركين اهميته الاندرلخت وتاثيره معاهم، وبيقولوا اندرلخت دلوقتي انهار وبقى في المركز ال 13. يا خبر ابيض. عنده 9 نقاط من 10 مباريات. الله الله، 9 نقاط من 10 مباريات، يعني 30 نقطة. ده واقع من الدور العاشر. خلت الناس تقولوا اندرلخت لازما يستلهم روح ريني فايلر. يبعدوا عننا والنبي، بس الله يبعدوا عننا، سيبوا لنا الراجل بس نشوف اوله ايه واخره ايه. هو لسه كسب معانا حاجة يا اخوانا؟ طيب، يعني بيقول الزميل ممدوح فهمي في الأهرام النهاردة تحت عنوان ريني فايلر عندما تحقق الواقعية الانتصار مع اندرلخت، قالت الصحيفة أنه عندما وصل المدير الفني الحالي للفريق فرانك فيركورتين إلى النادي، كان الهدف إعادته إلى مصاف أندية القمة بعد فترة من الارتباك، وإن كان المدرب كشف عن أنه لن يقلب الأمور رأسا على عقب بين ليلة وضحاها، ولكن الجميع كان يتخيل أن الواقعية عائدة إلى أداء الفريق مع بعض المتعة. وأضافت الصحيفة أن فيركورتين اعترف في المؤتمر الصحفي بأنه لن يستطيع تغيير كل شيء مرة واحدة، وعليه أن يحصل على عينة أو الدي إن إيه من الفريق بشكل عام حتى يعيده إلى سابق مجده مع ريني فايلر. في تعليقها على كلام المدرب ردت الصحيفة بعبارة استلهم روح فايلر، في إشارة إلى إنجاز ريني فايلر وفترته المميزة مع اندرلخت، وقالت إن هذا التقرير ربما يكون صعبا على مشجعي الفريق الذين يحلمون بالاحتفال بالبطولات بعد فترة من الجفاف، خاصة أنه على مدار السنوات الماضية كان يضج بالنجوم المميزة والأيقونات في عالم اللعبة. أشارت الصحيفة إلى أن من مفارقات الأمور وما يثير الانتباه أن آخر مدرب نجح مع اندرلخت كان أقلهم توافقا من الناحية الكيميائية مع الفريق، ورغم ذلك حقق طفرة كبيرة سواء بالحصول على لقب الدوري أو الوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، معتمدا على المرونة في الأداء والكفاءة التكتيكية.
يعني هم شايفين اكتر حاجة ميزت رينيه فايلر معاهم كان عنده مرونة تكتيكية وكان عنده كفاءة تكتيكية، مرونة في الاداء، يعني باستمرار بيعدل ويغير، ما عندوش سيستم واحد شغال عليه، وده اللي واضح في شخصيته الفنية مع الاهلي. مش مؤمن الراجل ابدا بحاجة اسمها ثبات التشكيل ولا بطريقة لعب واحدة، ورأيه دايما وابدا ان كل مباراة ليها ظروفها، ليها ادواتها، ليها طريقة اللعب الخاصة بيها. فعشان كده هتلاقوا كل اللعيبة تقريبا بتشارك، مش مجموعة واحدة مستهلكة والباقي مش موجود، لا، رأيه الفرصة متاحة للجميع لانه دي شخصيته الفنية. قالت الصحيفة انه من الغريب انه جرى اساءة فهم اسلوب فايلر في ذلك الوقت، بل واستقبل الكثيرون قدومه بشكل سيء. ده زينا. واطلقت الجماهير السويسرية وقتها شعار التاريخ التاريخ لا يفوز بالالقاب، وهو بالطبع كلام لا يليق بناد فخور بتاريخه، وان على المدرب الحالي ان يستوعب الاجواء المحيطة به وان يضع في ذهنه وتصوراته الواقعية التي حققت بها الانتصارات من قبل. الصحيفة البلجيكية زي ما بتقول الاهرام، بعد فوات الاوان يرى الكثيرون هناك ان فايلر اسيء فهمه، وهو ما عبر عنه اللاعب سفيان هاني بقوله انه كان معجبا بالمدرب السويسري للغايه وبالجماهير التي كانت منقسمه حوله، ولكنها ظل اقل انتقادا له لان الجميع كان يدرك انه بدون نتائج طيبه، فان التاريخ ليس كافيا لدفع الفريق للامام. والدليل شعور اي مشجع في انديه الميلان ومانشستر يونايتد او مارسيليا عند النتائج السيئة، هل التاريخ الكبير لأي منها كاف حتى ينسي التدهور في المباريات؟ أشارت الصحيفة إن المدرب الحالي بتاعهم فيرو كورتيرون لديه دور هام وحساس، لكن المهم أن يستلهم روح رينيه فايلر. للدرجة هو الراجل سايب بصمة. لا شوف الراجل ده ولذلك هو ما انزعجش لما لقى الهجوم عليه في النادي الأهلي. فات بالموقف ده قبل كده. أيوه. هو الراجل جديد في التدريب لما راح اندرلخت، فسنه محسس، لكن واضح ان شخصيته قويه جدا. مش فارق معاه الرغي. عارف انه هينجح. عارف ازاي؟ ايوه، عارف انه هينجح لان عارف الطريقه اللي تنجحه. فلما نجح وجه هنا لقى نفس، بس طبعا هناك مش هيلاقي الجماهير المتعطشه اللي لا طبعا. هو الجماهير مش في الملعب، الجماهير هو بيشوفها في الشارع وماشي ورايح وجاي وبيشوف الاعلام ويتداول الامور ويشوف الاهتمام. نتمنى من الراجل ده يحقق لنا شيء وبسرعه عشان يقعد معانا كام سنه، لان سنه صغيره تسمح انه يعمل تجربه ناجحه مع النادي الاهلي. طيب عشان نتاكد من فكره الكفاءه التكتيكيه والمرونه كمان، يمكن ده جدول التوقيتات اللي بيقود فيها رينيه فايلر الاهلي موزعه في المباريات، بيسجل الاهلي امتى عشان تشوفوا انه الشكل اللي انتوا بتشوفوه في الملعب واللي حسس جمهور الاهلي بالسعاده الكامله والثقه الكبيره مش جايه من فراغ. في شغل كبير بيحصل، ولما الدكتور طه اسماعيل الله يمسيه بالخير قال وهو بيقدم هذا المدرب، احنا جايبين مدرب صنايعي عشان يشتغل بيده في الملعب، لانه فعلا عندنا نواقص كتيره من نواحي تكتيكيه. مهم جدا مدرب يشتغل بايده، واحد شغل تاجي شويه، مش راجل كبير في السن هيد كوتش هيتكتك من بره هو قاعد، لا، حد بيشتغل بايده. فتلاحظوا هذا الجدول له اكتر من دلاله، تقريبا طوال فترات المباراه الاهلي بيسجل، طوال فترات المباراه ربع الساعه الاولى الاهلي جاب 3 اجوان، في الربع ساعة الثانية جاب 3 اجوان، في الربع ساعة الثالثة جاب 3 اجوان، في الربع ساعة الرابعة جاب 4 اهداف، في الربع ساعة الخامسة جاب هدفين، في اخر ربع ساعة اللي هو الربع ساعة السادسة جاب 4 اجوان. يعني اعلى فترات التسجيل عند الاهلي مع رينيه فايلر في الشوط الاول في كل ربع ساعة بيجيب 3 اجوان. تبدا الشوط الثاني، يبدا الشوط الثاني ضاغط جدا، سجل 4 تجوان في اول ربع ساعه من الشوط الثاني، بس كمان سجل جونين في الربع الوسطاني. الربع الاخير اللي هي الفرق بتقع بدنيا او بتتاثر، ومع ملاحظه ان احنا في بدايه الموسم وكل محلل يتكلم يقول لك لا احنا لسه
لياقة المباريات ولسه اللعيبة ما دخلتش في الفورمة العالية. لا، ريني فايلر في الربع ساعة الأخيرة الأهلي سجل معاه 4 أهداف، دي الفترة القوية اللي بيسجل الأهلي فيها. ده معناه إيه؟ معناه إن الراجل ماشي صح، معناه إن الفريق على الطريق الصحيح، لكن مفيش حاجة خلصت، مفيش حاجة انتهت. الثقة الكبيرة اللي الجمهور مديها للجهاز الفني رائعة جدا، بس لازم يصبر ولازم يتوقع إن كرة القدم فيها كل حاجة. زي ما النهاردة أنت عايش في أسعد اللحظات وكلك ثقة والمنافسين بتحاول تتفادى إنها تلعبك دلوقتي، لا، هيجي وقت كرة القدم لا تبتسم. بس وقت ما كرة القدم ما تبتسم ليش، أبقى عارف إزاي هطوعها وهرجعها تبتسم وتضحك تاني. دي ثقافة جمهور لازم أن تكون موجودة، لأنه أكتر حاجة تلاحظت يا باشمهندس إنه في مدربين. امبارح سمعت الكابتن محمد يوسف كان على إحدى القنوات، مش فاكر كان مع مين، لكن اللي لاحظته كارتيرون ولازارتي ومعرفش مين، كلهم أجمعوا على إنه الفكرة اللي جمهور الأهلي عليها في عدم تقبله لأي نتيجة غير الفوز ما شافوهاش في أي حتة في العالم. ليها جوانب إيجابية كبيرة في شخصية البطل، لكن عاملة ضغط جامد جدا طبعاً. عند أي نتيجة طبعا. أنا قلت لك إن الفترة بتاعت مانو جوسيه خصوصا الـ3 سنين الأولانيين اللي هم من بعد 2004 2005 لحد 2008 عودوا الناس. أنا بقول لك، أنا واحد من الناس لما بقينا 70 مباراة ولا 73 مباراة ما خسرناش، شايل هم الماتش اللي هنخسره. انت اول ماتش خسرناه تفتكر كان فين؟ في اليابان بتاع الاتحاد جد، الاتحاد جد اللي وقفها بايده وحطها، ده اللي له ظروف كره محمد شاوي اللي لو تعادت لازم هتلاقي جون مش عالي. محمد يعني شاوي شاط كره خرقت الشبكه ما اتحسبتش. الماتش ده نفسي يتعاد بس عشان الناس تشوف الكلام اللي بنقوله ده بالذات. طيب انت كنت سالت على الحكم البنا، ازاي انت اللي انت طردت وليد سليمان على تاكلنج عنيف، انت اللي شفت فرجان نساس وما طردتوش، فالزملاء في الاعداد حبوا يجيبوا لك اللقطتين عشان تشوف هنا كارت احمر في ثانيه حس. هنا بنتكلم على شخصيه. ارجع تاني الحاجة. ارجع تاني عشان اهو هنا قدامه كارت احمر. طيب لا، هنا الكارت الاحمر ده هنا اصفر ثم احمر. لا، هو ده خد فيها كارت اصفر فقط. فرجاني ساسف ديت خد كارت اصفر فقط مرتين، هو اتطرد بعد كده. يا ابراهيم بس انت بتتكلم، دي الانذار الثاني، ده الانذار الثاني. العنف كله كان في الاولانيه. يعني هنا مرة أصفر هنا مرة أحمر أهي. بص ده أحمر مباشر لوليد، أصفر فأصفر فأحمر لفرجاني. ده كان الأهلي والاتحاد. هنا بنتكلم على شخصية الحكم ولون الكارت. حكم كمان دي في 2015، يعني كان برضو البنا اهو في شبابه شويه. ما هو كان بادي بقوه. انا بقول لك البنا كان طالع كويس قوي. ايه اللي جرى له بقى بعد السنه دي؟ دي توحيد المعايير من نفس الحكم في نفس الواقعه، مره اصفر ومره احمر. ليه ما تفهمش؟ لكن كل التمنيات ان العداله تسود الملاعب، التحكيم يرتقي، يشعر الحكام ورئيس اللجنة والقائمين عليها انه مفيش اي ضغوط عليهم، انه مفيش صوت عالي هيدير المسابقة، انه الكل حريص على ان يسود العدل بين كل الاطراف. قلنا لكم في البداية انه اجتماع السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي اليوم مع كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي في منزل الكابتن محمود الخطيب، كان فيه
نتائج مثمرة جدا، كان فيه تفاهمات عالية كبيرة جدا، كان فيه اتفاق على تغليب المصلحة العليا على أي اعتبار حلا لهذه الأزمة اللي بكرة إن شاء الله يكتب الفصل الأخير فيها علشان تستعيد الساحة الرياضية هدوءها وتستعيد مسابقة الدوري عدالتها إن شاء الله. هل لديك أقوال أخرى؟ ننتظر وزي ما قلت كده خلينا كلنا ننحاز للرياضة ومفاهيمها العليا، ومفيش انتصارات غير في الملعب، الباقي ده كله ناس بتنحاز للحق وناس بتحاول ترسخ نظام وناس بتتجاوز، وهيجي لها لحظة هتحاسب. يعني أكتر من كده مفيش تقييم خارج الملعب، مفيش انتصارات خارج الملعب، لا انتصارات خارج الملعب. بكرة اجتماع هينضم إليه مجلس إدارة اتحاد الكرة علشان تكون الصورة واضحة وكاملة، ويصدر عن هذا الاجتماع ما يسعد جماهير الأهلي وما يعيد للساحة الرياضية هدوءها، وأيضا ما يغلب، وده الأهم، المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الخميس القادم إن شاء الله، ودائما وأبدا زين النوادي.